يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة أكيد في إطار حلقات كتير مختلفة هتكون مهمة جدا جدا، بالتحديد سواء حلقة امبارح أو النهاردة أو كمان بكرة، لأن الكلام كله هيبقى على كواليس المنتخب واستعداداته للمباراة المصيرية والهامة جدا أمام المنتخب السنغالي، اللي بكل تأكيد نتمنى فيها كل التوفيق لمنتخبنا، وإن شاء الله بإذن الله واحد أحد نتأهل لكأس العالم من خلال هذه المباراة بعد ما تفوقنا في الخطوة الأولى والشوط الأول بنتيجة 1-0، وهي نتيجة جيدة إلى حد ما. بالتالي أكيد هتبقى استعدادات مهمة ومكثفة وتفاصيل كتير بتتعلق بمنتخبنا الوطني، إن شاء الله بإذن الله يكون موفق في هذه المباراة. فحلقة هتكون مليئة بأخبار عن منتخب مصر، وأكيد كمان هنتطرق لبداية استعدادات النادي الأهلي اللي بتبتدي النهاردة لمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، وهي مرحلة أكيد هتكون مهمة بالنسبة للنادي الأهلي، لكن الأهم بكل تأكيد المرحلة اللي احنا فيها اللي بتتعلق بالمهمة الوطنية والمنتخب الوطني الأول. بالتالي احنا منتظرين تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وسؤال بيتعلق بتوقعاتكم للمنتخبات اللي هتتأهل لكأس العالم بعد انتهاء مرحلة الذهاب في الجولة الحاسمة. هناخد تفاعل حضراتكم من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام في الجزء الاخير كالعاده من الحلقه، لكن البدايه بتكون باهم وابرز العناوين. تعالوا نشوف. في ترند المنتخب، بعثه المنتخب تطير للسنغال بالتوفيق يا رب ودعوات كل المصريين يا رجاله. وكمان كيروش جاهزون للشوط الثاني. وفي ترند الأهلي، الأهلي يعود للتدريبات بعد راحة 8 أيام. تفاصيل كتير جدا على مختلف الأصعدة، سواء أهم حاجة المنتخب وكل الأخبار والتفاصيل والاستعدادات والكواليس، خصوصا أن خلاص المنتخب في طريقه دلوقتي في الطائرة الخاصة بيه للسنغال، وأخبار كتير في الجانب ده، وكمان أخبار تتعلق بالأهلي هنتكلم عليها، لأن برضو ده أمر بيهمنا، خصوصا الأهلي أيضا في مهمة وطنية في دوري أبطال أفريقيا، إن شاء الله بإذن الله يكون هو ممثل مصر الوحيد كالعادة في بطولة دوري أبطال أفريقيا من خلال الفوز على الهلال السوداني. فتابعوا الحلقة لحظة بلحظة بفقراتها المختلفة الدسمة جدا جدا. فبالتالي نروح لفاصل ونرجع نكمل، فاستنونا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. في الحقيقة للأسف الشديد يعني المقارنات ما زالت مستمرة بين المنتخب السنغالي والمنتخب المصري. بصراحة منتخب السنغالي مقاومات عظيمة جدا ومنتخب قوي قوي قوي، واتكلمنا في الجزئية دي امبارح وهنعيد ونتكلم فيها تاني وهنوضح فيها حاجات كتير قوي قوي مهمة، تمام؟ فبالتالي مقارنات في الحقيقة وجهة نظري هي مقارنات ظالمة بشكل واضح جدا ما بين المنتخبين وما بين القدرات بتاعة المنتخبين. هل احنا ما عندناش قدرات كمنتخب مصر؟ لا عندنا. هل احنا ما عندناش لعيبة مميزة؟ لا عندنا. هل احنا حاليا ما عندناش مدرب مميز وباسم كبير؟ لا عندنا. ارجع لي بيه وبعد اذنك عشان الكلام ده مهم جدا، تمام؟ فبالتالي لما نيجي نتكلم لازم نقيس الامور بالشكل المنطقي والموضوعي المظبوط. ما نقولش لا اصل السنغال هي الاحق، اصل السنغال هي الافضل، اصل احنا كنا وحشين قوي في الماتش بتاعنا هنا. في مرحله هي مش عايزه انت تبقى حلو اصلا، هي مرحله عايزه ان انت تكسب وتتاهل كاس عالم. فانا جاي لكم بقى في الكلام. اول حاجه لما اجي اقارن لازم اشوف المنتخب ده والمنتخب ده ازاي هم كانوا مستقرين الفتره اللي فاتت. هل منتخبنا الوطني كان مستقر فنيا؟ لا. كان في تغييرات في الاجهزه الفنيه كتير؟ اه طبعا كان في. كان في قرارات اداريه خاطئه؟ طبعا كان في. في المقابل تعالى كده المنتخب السنغال اللي احنا مبهورين بيه، بصراحه مبهورين بيه، وهو فعلا منتخب قوي جدا. المدير الفني بتاعهم اليو سيسي ده مسك المنتخب السنغالي من امتى؟ ها؟ من 2015، احنا دلوقتي في 22، يعني من 7 سنين هو المدير الفني للمنتخب السنغالي. فبالتالي في ال7 سنين قدر ان هو يكون منتخب قوي بالمجموعه دي. ضيف على كده ايه؟ ان المجموعه اللي هو بيكونها اصلا هي كلها محترفه في الخارج. فهو لو ما كانش نجح ان هو يكون منتخب قوي زي كده يبقى هو مدير فني فاشل، وكان زمانه مشي من زمان.
فبالتالي هو كان عنده عنصر الاستقرار الفني والإداري كمان بكل تأكيد، والدعم الإداري بكل تأكيد، حتى لو المسؤولين اتغيروا هناك في الكرة أو في اتحاد الكرة السنغالي مثلا، لكن في دعم إداري لأليو سيسي. كان الناتج إيه؟ إن إحنا شفنا المنتخب السنغالي ده بالشكل المميز. عمل إيه أليو سيسي؟ مسك في 2015، راح بطولة الأمم الأفريقية في 2017 بالجابون، 2019 هنا في مصر وصل المباراة النهائية، خسر قدام المنتخب الجزائري، وآخر بطولة كسب اللقب على حساب المنتخب المصري من خلال ضربات الجزاء الترجيحية. إذن كان في شغل وعمل شاق ابتدى من فترة، وكان نتاج هذا العمل وهذا الاستقرار هو المنتخب القوي اللي المصريين، مش المصريين بس، الأفارقة كلهم مبهورين بيه وبأدائه وبإمكانياته وبكل حاجة. حلو، تعالى بقى المنتخب مصر. الاستقرار الفني كان عندنا معدوم. احنا جبنا الراجل هيكتور كوبر، عمل معانا يعني مشوار كويس في 3 سنين، جه في 2016 على ما اتذكر وصلنا كاس الامم الافريقيه بعد قعدنا 3 نسخ ما بنوصلش. هو جه خلف الكابتن شوقي غريب اللي برضه على ايده فشلنا ان احنا نوصل كاس الامم الافريقيه. الراجل جه وصلنا، وكمان مش وصلنا بس لكاس الامم الافريقيه، لا وصلنا لنهائي بطوله الامم الافريقيه 2017 وخسرنا ساعتها من الكاميرون 2-1، وبعد كده وصلنا كاس العالم ومشي. بعد الحقبه دي، بعد ما مشي كوبر، جه مين؟ جبنا أجيري. أجيري قعد واشتغل على اساس ان وصلنا كاس عالم، هوب فوجئنا ان بطوله الامم الافريقيه هنا في مصر، فالاستراتيجيه اللي اختلفت، التخطيط اختلف، استدعى بعض العناصر الكبيره شويه في السن في التوقيت ده، فشلنا وخرجنا من دور ال 16 في بطوله الامم الافريقيه هنا على ارضنا في مصر. رحنا هوب ماشيين أجيري، تمام؟ جبنا بعديه مين؟ الكابتن حسام البدري. الكابتن حسام البدري نجح او ما نجحش، فشل او ما فشلش، بس ما عادش كتير، وراح مشي الكابتن حسام، فجبت كيروش في محاولة لإنقاذ الموقف، وهو ناجح حتى الآن في إنقاذ الموقف بعد ما كانت النتائج والأداء كانوا وحشين جدا في تصفيات كأس العالم. فبالتالي كان القرار الخاص باتحاد الكرة ساعتها إن أنت تجيب مدرب كبير زي كيروش، وكان قرار في الحقيقة جيد، لكن في نفس الوقت ما كانش فيه أي استقرار إداري في اتحادات كرة مختلفة على مدار السنين دي كلها، ما كانش فيه أي استقرار فني في عدد كبير جدا من المديرين الفنيين اللي تم تغييرهم، وأجهزة فنية مختلفة لمنتخبنا الوطني. فكان الناتج إن إحنا لسه حاليا أهو بسم الله الرحمن الرحيم كده بنقول إن إحنا بنكون منتخب وناجحين بنسب كويسة قوي، إن إحنا نبتدي نثبت على عناصر ينفع إن هي تكون موجودة في منتخب مصر. واللي نجح في الحتة دي بصراحة كيروش وجهازه المعاون، واللي ساعده في كده التحديات المختلفة اللي تم تجهيزها، سواء بطولة كأس العرب، تمام، اللي طلعنا فيها الرابع في قطر، أو حتى من خلال المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية وصلنا للمباراة النهائية في مفاجأة لينا احنا كمصريين بالمناسبة، تبقى لأن احنا برضو ما كانش عندنا منتخب. فبالتالي احنا ماشيين في الطريق الصحيح أيا كانت النتائج إيه، لكن في نفس الوقت ما ينفعش خالص ان انا اقارن امكانيات المنتخب السنغالي بامكانيات منتخبنا الوطني المبشره جدا. امكانياتنا مبشره جدا وجيده وجايين باذن الله واحد احد، لكن منتخب السنغالي مستقر بقاله سنين مستقر. فبالتالي الناتج الطبيعي ان انت تشوف منتخب السنغالي كده، فما تظلمش المنتخب المصري ان احنا لا احنا مش قد كده، قدامهم كنا وحشين وهم الاحق. تعالى لي بقى في حته ان هم الاحق دي، هو احنا حضرتك في 2010 او بالتحديد في تصفيات كاس العالم بتاعه 2009 المؤهله لكاس العالم 2010 في جنوب افريقيا، هل ما كناش احنا الاحق حضرتك ان احنا نوصل؟ هل ما كانش عندنا الجيل الذهبي اللي جاب 3 امم افريقيا ورا بعض 6 و8 و10؟ كان عندنا ولا لا؟ كان عندنا، كنا بنلعب باداء ممتاز. قبل النتائج بقى، بتلعب باداء ممتاز ولا لا؟ طبعا. انت سيبك من 2006 ما كناش حلوين قوي، بس ما كان في استقرار فني مع كابتن حسن شحاته في 2008 عملنا احسن نسخه اداء ونتائج، وفي 2010 كذلك، تمام. ومع ذلك ما وصلناش كاس عالم، خسرنا من الجزائر في السودان بعد ما كسبناهم هنا في اخر مباراه، رغم ان احنا كنا الاحق، وجيل منتخب مصر في التوقيت ده كان افضل بمراحل من جيل المنتخب الجزائري في التوقيت ده. لكن هم لعبوا على ايه؟ لعبوا على ان المكسب هو الاهم في مرحله بتصعد كاس عالم، ما يهمنيش ان انا ابقى حلو. التاريخ قال ايه؟ قال ان الجزائر شاركت في 2010 في كاس العالم على حساب المنتخب المصري. ما حدش بيفتكر ان المنتخب المصري كان ممتاز وكان جيد وكان عنده جيل عظيم ما ينفعش ما يلعبش كاس عالم. فبالتالي ما تجيش دلوقتي تقول لي اصل السنغال هي الاحق، ما فيش حاجه اسمها كده في الكوره. احنا عايزين ايه؟ من خلال الماتشين، ماتش عدى الحمد لله ما دخلش فينا جون وكسبنا 1-0، ها؟
الماتش التاني بايا كان هي طريقه اللعب، بايا كان مين اللي هيلعب، بايا كان الاسلوب، ايه اللي هيحصل، مش مهم، مش مهم. المهم ان احنا نصعد من خلال الماتش التاني ده لكاس العالم. احنا بالمناسبه احنا جينا في 2009، في 2009 مصر وصلت لاعلى ترتيب او اعلى تصنيف دولي، وصلنا المركز التاسع، كنا التاسع على العالم، ومع ذلك ما رحناش كاس العالم. اذا مش مهم خالص الاداء، ومش مهم الاسلوب، او مش مهم ان احنا نكون يعني ايه عاجبنا قوي اداء المنتخب مستمتعين بيه، على قد ما المهم حاليا انك باي طريقه من الطرق تتاهل لكاس العالم. فبالتالي احنا عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه وفي الجهاز الفني الحالي وفي المجموعه اللي تم كمان استدعائها، وبمناسبه المجموعه اللي تم استدعائها، لان الجزئيه دي كمان ناس يعني اصدقاء مقربين جدا اللي اتكلموا فيها امبارح معايا بعد ما اتكلمت في الحلقه، وقلت ان في ظرف بيعطل او مضايق شويه الجهاز الفني المنتخب، وهو بيتعلق بالاصابات. ففي ناس بحترمهم جدا ومقدرهم يعني تواصلوا معايا قالوا لي ما ينفعش ان انت تقول ان المنتخب عنده اصابات، المنتخب ده مش نادي، المنتخب ده عنده عدد كبير جدا من اللاعبين المتاحين اللي ممكن يضمهم. فانا كان ردي بسيط جدا، ردي بسيط جدا. حضرتك احنا دلوقتي كمنتخب مصر عندنا كام عنصر مصاب في خط الدفاع، في خط واحد من العناصر الأساسية المؤثرة وأصحاب الخبرات وعناصر ترجح كفتك بشكل واضح جدا. تعالى كده واحدة واحدة. أول عنصر كفء جدا هو أحمد حجازي. في اختلاف على إمكانيات أحمد حجازي ومدى تأثير غيابه؟ طبعا لا. تاني عنصر أكرم توفيق كباك رايت، كان ممتاز وكان في عز مستواه لما جه الرباط الصليبي. في اختلاف على أكرم توفيق؟ مفيش اختلاف على أكرم توفيق. تالت عنصر ها الونش اللي غايب بسبب الإيقاف. هل في اختلاف على إمكانيات الونش؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليه. طبعا لا، طبعا لا. فده عنصر تالت مؤثر. العنصر الرابع واللي كان مبشر جدا والممتاز جدا واللي عمل مباراة في بدايتها كانت حلوة في مباراة السنغال، واللي عمل بطولة أفريقية أكثر من رائعة، واللي خلت الأهلي يرجعه من الإعارة، هو محمد عبد المنعم. في اختلاف على محمد عبد المنعم؟ لا. طيب أبرز دليل وأكبر دليل على إن على إن المنتخب متأثر بالغيابات دي إيه؟ إن الراجل مستر كارلوس كيروش لما جه يستدعي اتنين لاعبين مكان الونش تمام ومكان عبد المنعم، استدعى اتنين حتى ما كانش بيفكر فيهم في بطولة كأس العرب، اللي هم رامي ربيعة وعلي جبر، مع إن هم لعيبة أكفاء ولعيبة كويسة جدا وعندهم خبرات دولية. بس ده معناه إيه؟ إن إحنا المتاح بالنسبة لنا هو المصاب، والمصاب ده هو الأبرز في الكرة المصرية في الجانب الدفاعي. إذا المنتخب تأثر بالغيابات في خط الدفاع تحديدا، ولو وبالتحديد كمان إن كيروش أصلا أساس شغله ولعبه كله على الاتنين اللي مساكين في الدفاع، اللي بيبني عليهم اسلوبه ومنظومته الدفاعيه بشكل كبير جدا، ولما كمان بيعرفوا يلعبوا او يطلعوا بالكوره فبيبقى ده بالنسبه له عنصر مؤثر ومهم جدا في بناء اللعب اللي قدام في الخطط الهجوميه. فبالتالي اذا المنتخب متاثر بالغيابات، وده واقع لازم نقر به في كل الاحوال مع كامل الاحترام والتقدير لكل الاراء المختلفه. فبالتالي كل العناصر الموجوده في منتخب مصر دلوقتي رجاله رايحين وهم معاهم المصريين كلهم في ظهرهم، بعد ما شفنا الجمهور المصري المميز في المباراه الاولى هنا ودوره المؤثر في اول المباراه وعلى مدار المباراه كلها، لكن تحديدا في اول مباراه لما خطفنا الهدف الاولاني، الدعوات بقى بتاعت كل الجمهور ده اللي كان في الملعب والشعب المصري كله مع اللعيبه دي ومع الرجاله دي ومع الجهاز الفني ده، وان شاء الله باذن الله هيحقق لنا حلمنا من خلال مباراه يوم الثلاث قدام السنغال هناك في دكار، اللي هيلعب قدام 50,000 مشجع. فإن شاء الله بإذن الله يفرحونا، ودعواتنا ليهم ومساندتنا الكاملة ليهم بإذن الله تعالى. فمش وقت خالص إن احنا نتطرق لأي أمور أو أي انتقادات أخرى، ولازم لما نيجي نقيم نقيم بموضوعية يا جماعة، مع كامل الاحترام لكل الآراء اللي يعني اللي بتحاول تقول إن احنا وحشين إن احنا مش عارفين، لا ده كلام يهمد ويقلل من معنويات في توقيت احنا مش محتاجين فيه كده خالص، محتاجين فيه بس الدعم والمساندة، وبإذن الله كل أحلامنا تتحقق. طيب خلينا نتكلم شويه على بعض الاخبار اللي بتتعلق بمنتخبنا الوطني. النهارده الصبح كان في تمرين، امبارح كان في تدريب استشفائي شويه للمنتخب بعد المجهود العظيم في مباراه السنغال بتاعت اول امبارح. الصبح كان في مران
مران كان برضو يعني في بعض التدريبات الخفيفه طبقا للحمل البدني وطبقا ل يعني حاول في التجنب الجهاد البدني قبل مباراه في فتره وجيزه جدا او ماتشين في فتره وجيزه جدا مع منتخب هو الاقوى في افريقيا وهو منتخب السنغالي. والمران النهارده كمان شاهد مشاركه رامي ربيعه صاحب الخبرات والامكانيات المميزه وعلي جبر اللي انا كنت محبس جدا جدا انضمامه من الاول لانه مستواه بصراحه في ارتفاع مع بيراميدز وعندهم مقاومات بتتعلق بالاقامه والطول والالعاب الراسيه فالالعاب الهوائيه سواء في الجانب الدفاعي او الجانب الهجومي في الكور الثابته بتاعتنا فعنده مميزات ولعب كاس عالم ولعب افريقيا ورامي برضو لعب تصفيات كاس عالم كتير ولعب يعني برضو عنده خبرات دوليه فان شاء الله باذن الله يكونوا يعني عناصر داعمه بشكل قوي لمنتخبنا في هذه الرحله الصعبه. كمان النهارده الاستاذ جمال علام بيترأس بعثه المنتخب في السنغال وده اللي اعلن عنه الاتحاد المصري لكره القدم وهو اللي موجود ان شاء الله على راس هذه البعثه على متن طائره خاصه. الرحله هتستغرق حوالي 8 ساعات وهم خلاص اتحركوا من قبل ساعه وربع من دلوقتي بالتحديد الساعه 4 العصر ان شاء الله يوصلوا بالسلامه ويبتدوا استعداداتهم لهذه المباراه المرتقبه. الأستاذ جمال علام كمان النهارده اتكلم وقال بعض التصريحات على هامش المران بيتكلم عن أنه هو بيشكر الجماهير المصريه وقال كمان ان اللاعبون تعهدوا على الفوز في السنغال. ليه لا؟ نقدر نكسب. هتقول لي فرقه قويه قوي يا سيدي قويه بس الكوره ما فيهاش كبير. نقدر نكسب بشويه تنظيم وتقسيم للمباراه، تنظيم وتقسيم ان انت تقسم الماتش زي ما قلنا امبارح مهم قوي ان احنا ما يخشش فينا جون بدري لان لو داخل فينا جون بدري الامور هتتصعب قوي هيبقوا محتاجين الجون الثاني فهيبقوا هم هاديين قوي وهيستنوا على الجون الثاني طول الماتش عادي مش هيبقوا مستعجلين هم هيأمنوا كمان انه ما يخشش فيهم جون لكن طول ما انت مأخر اي هدف يجي في مرماك طول ما هم هيبقوا تحت ضغط كبير جدا انت ان شاء الله ممكن تخطف بشويه تنظيم واختيارات صحيحه للتشكيل في مباراه وطريقه اللعب بالطبع. يعني الاستاذ جمال علام وانا بصراحه بيعجبني هدوءه جدا الراجل ده يعني الراجل ما تحسش بيه ليه تصريحات وكلام من ده تصريحات متزنه ما فيهاش اي تجاوز في حق اي حد اسلوب يليق قوي قوي برئيس الاتحاد الكره المصري كاتحاد كره يعني قديم جدا وتاريخي وكره مصريه اكيد ليها تاريخ عظيم جدا في القاره الافريقيه يعني فبالتالي يعني بيعجبني هدوءه جدا في التصريحات يعني ورزانته وقال ان احنا نعرف ان هناك نوعا من الضيق لدى الصحفيين والاعلاميين من غلق معسكر المنتخب بصوره مشدده لكن هناك امل وحلم نسعى له جميعا لرفع علم مصر في المونديال متفق معاه 100%. يعني اكيد برضو الصحفيين والاعلاميين مقدرين لموقف زي ده واكيد مصلحه المنتخب هي الاهم خلال الفتره الحاليه. اضاف كمان الاستاذ جمال علام كل اللاعبين لديهم اصرار على تحقيق الفوز في السنغال الثلاثاء المقبل والعوده من دكار ببطاقة التأهل لكأس العالم لإسعاد الشعب المصري العظيم بمشيئة الله تعالى يا رب يا رب كل التوفيق ليهم. يعني دي أبرز الأمور والأخبار اللي بتتعلق بمنتخبنا الوطني ومحاور مهمة جدا جدا اتكلمنا فيها في الجزء الأول من حلقة اليوم من الترند. هروح لفصل بعد الفصل لسه عندنا حديث مستمر عن منتخبنا الوطني وكيف يواجه المنتخب السنغالي هناك في دكار عشان بإذن الله نقدر نحسم بطاقة التأهل فاستنونا بعد الفصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نغوص شويه في الجانب الفني اللي بيتعلق بمباراه مصر والسنغال وكيف تواجه مصر المنتخب السنغالي في هذه المباراه صعبه جدا جدا جدا. عشان كده خليني سريعا عبر سكايب استضيف الصديق العزيز والمحلل المميز محلل الاداء المميز الاستاذ محمود شاكر. يا حوده منورنا ومشرفنا. مساء الفل عليك يا امير ومساء الفل على جميع مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل حته وسعيد دايما ان انا ببقى موجود معاك واحد من افضل الاعلاميين الصاعدين في مصر بصراحه حبيبي. وسعيد ان انا اكون موجود اكيد على قناه النادي الاهلي. تسلم لي يا حوده انت منورنا ومبسوطين جدا بتواجدك معانا وعايزين نستفاد بقى من تواجدك بالحديث عن مباراه مصر والسنغال. في الاول كده يا حوده انت متفائل ولا شايف الامور صعبه؟ والله يا امير انا متفائل وشايف ان هي ماشيه وان شاء الله باذن الله تفضل ماشيه والسيناريو ان شاء الله بتاع مباراه العوده هيبقى في صالحنا باذن الله ونقدر ان احنا ان شاء الله نتاهل. خساره منتخب مصر ما لعبش في كاس العالم، خساره محمد صلاح خصوصا ان دلوقتي في وقت زي ده يعني محمد صلاح يقدر نقول ده اخر
كاس عالم ليه وهو في التوب فورم بتاعه بكاس عالم كمان 4 سنين، هيكون وصل ل 33 سنه. فانا اتمنى طبعا كلنا نشوف محمد صلاح في المونديال، وكلنا بنبقى فرحانين نشوف مصر في كاس العالم يعني. اكيد ان شاء الله باذن الله، وكل دعوات المصريين للمنتخبنا الوطني. لكن من خلال رؤيتك وجهه نظرك يا محمود، هل تتوقع اي مفاجآت لمستر كارلوس كيروش في مباراه العوده، او كمان ممكن تقول لنا الشكل الانسب اللي ممكن يلعب بيه هذه المباراه؟ خلينا الاول يا امير نقول ان ناس كتيره جدا قللت من مباراه الذهاب اللي احنا كسبنا فيها 1-0، وفي ناس كتيره، الناس كانت مقسومه نصين، نص كان بيقول ان منتخب مصر ادى اداء وحش، والنص الثاني بيقول ان ده كان كويس. ولكن خلينا الاول نتكلم ونقول ان احنا بنلعب اقوى منتخب في قاره افريقيا، مش السنه دي بس ولا ولكن لمده سنتين او ثلاثه على الاقل. منتخب ما اتغلبش غير 3 ماتشات بس من ساعه كاس العالم 2018، بقالهم 4 سنين ما اتغلبوش غير 3 ماتشات، ماتشين بتوع الجزائر في كاس افريقيا هنا في مصر، والماتش بتاع الاكوادور مباراه وديه. هم اكتر فريق عامل كلين شيت، هو اكبر فريق عنده لعيبه بتلعب في التوب ليفل في اوروبا. فلا انا شايف بصراحه ان منتخب مصر عمل افضل حاجه من حيث الامكانيات الفرديه والامكانيات المهاريه بتاعه منتخب مصر. وزي ما انت برضو يا امير قبل الفاصل كنت بتتكلم ان كارلوس كيروش مسك منتخب مصر في اوقات مش افضل اوقات، ومسك في نص نقدر نقول نص المعمعه بتاعه منتخب مصر، ولكن بالعكس اليو سي سي مسك منتخب السنغال وتدرج معاهم من مراحل الناشئين لغايه لما وصل للفريق الاول. فانا يعني ان شاء الله باذن الله متفائل، ولكن المباراه مش هتكون سهله خالص طبعا. خلينا الاول نتكلم نقول ان منتخب مصر لما بيجي يلعب بيتقسم الموضوع لمصر وهي معاها كوره ومصر هي معهاش الكوره. شفنا منتخب مصر في المباراه الاولى بمباراه الذهاب، وما اعتقدش امير انت كنت سالتني بتقول لي هل منتخب مصر غير، ما اعتقدش ان كارلوس كروس هيغير خالص طريقته ولا هيغير التكتيك بتاعه، ولكن ممكن تكون ادوار متغيره شويه. هيلعب لو بلوك اكيد اكيد، هيقفل الملعب، هيحاول ان هو اول تلت ساعه ان هو ما يدخلش فيه اجوان، وده السيناريوهات اللي هنتكلم عليها لاحقا. ولكن خليني اقول لك ان منتخب مصر وهو معاه الكوره بيلعب 4-3-3 صريحه، او ساعات بتتحول ل 4-1-2-3، وبتتغير الادوار ما بين عمرو السوليه وما بين حمدي فتحي بالنزول مع قلبين الدفاع عشان يقدر يطلع بالكره من تحت علشان الضغط اللي بيعمله الثلاثي الهجومي بتاع السنغال. ولكن مصر بتتحول طريقتها ل 4-4-2 لما ما بتكونش معاها الكره، بتعمل ستريتش حوالين الملعب، تريزيجيه بيتحول الى زي ما هو وينج رايت، وفي النص عمرو السوليه وحمدي فتحي، وعلى الشمال بيكون محمد النني، وبيبقى الاثنين اللي بيضغطوا على دريسة جايه وعلى مندي هم محمد صلاح ومصطفى محمد. فبالتالي الكوره بتروح لكوليبالي، وهنا هي المشكله اللي لازم كروش يلاقي لها حل. دلوقتي لما منتخب السنغال بيتضغط او بيتضغط عليه في نص الملعب، وبيكون مصطفى محمد ومحمد صلاح بيضغطوا على الاثنين ديفندرات عشان ما يطلعوش بالكوره، المشكله بتكون ان كوليبالي وديالو، مع ان ديالو اتصاب ومش هيلعب، وانا شايف ان دي ممكن تكون ثغره بالنسبه لنا، والمساك اللي نزل مكانه ابو سيسي مش افضل حاجه، بطيء جدا في الترنات، ولكن هو في الكوره عالي كويس جدا، مصطفى محمد ما قدرش ياخد منه ولا كوره. فالمشكله بتكون دايما في كوليبالي. كوليبالي يا امير انت لو بتتفرج عليه في نابولي بتتفرج عليه في السنغال، هو دايما هو الحل بتاع السنغال، والحل بتاع بتروح بالكره من تحت لما حد بيضغط على السنغال. فلازم نشوف حل للموضوع ده، لان هو مميز جدا في الكرات العاليه، مميز جدا في اللون باس. فهو لازم يكون في السيناريو من كروش ازاي الضغط على كوليبالي ان هو ما يلعبش براحته. كروش اعتقد ان هو هيلعب لو بلوك، هيلعب زي ما هو 4-3-3، ولكن اعتقد ان مش هيكون في الادوار الهجوميه اللي كانت موجوده لمنتخب مصر، خصوصا محمد النني وخصوصا عمرو السوليه في اول تلت ساعه من المباراه. بالعكس انا هشوف ان اول تلت ساعه من المباراه يحصل عكس تماما، مصر هتحاول تقفل، مصر هتحاول ان هي تطلع اول ربع او تلت ساعه من غير دخول هدف. ويا امير فعلا هو ده يكون السيناريو الافضل لمنتخب مصر، وهو عدم استقبال اي هدف في الشوط الاولاني، خصوصا اول ربع ساعه او تلت ساعه. وانا ان شاء الله باذن الله لو منتخب مصر قدر يعدي الشوط الاول بدون دخول مرمى اي اهداف، السنغال هتفتح اكتر، السنغال الباكات اصلا بتاعت السنغال على طول بتزيد، الموضوع هيبقى فيه مساحات اكتر. واحنا زي ما قلنا قبل كده احنا في حقبه من الزمن، مصر هي كونتر اتاكينج تيم، مصر هو فريق بيعتمد اكتر على السرعات وبيعتمد اكتر على الترانزيشنز والتحولات في استغلال واحد من احسن لعيبه في العالم محمد صلاح. فاعتقد ان كيروش قاعد مستني ان السنغال تفتح اكتر وتطمع اكتر ان هي تحرز هدف التعادل الاولاني، وان شاء الله ده مش هيتم، وهي دي ان شاء الله اللي اعتقد الطريقه اللي ممكن كيروش يقدر يلدغ بيها جون كده من خطا دفاعي او من كوره محمد صلاح، كوره فرديه او عنتريه يقدر يعدي بيها ويجيب جون. وان شاء الله تمنياتنا للمنتخب ان شاء الله باذن الله بالتوفيق، مهم جدا في المباراه دي يا امير.
طيب محمود، ما هو برضو موضوع ان احنا نقفل ونلعب بشكل دفاعي هو ده متوقع، بس اسلوب عن اسلوب يفرق. يعني مهم قوي ان يكون الاسلوب الدفاعي بالنسبه لنا مش عشوائي، يكون منظم ومبني على استراتيجيه معينه نطلع بيها بالكره لقدام عشان نقدر نحاول نعمل اي كونتر اتاك او نحاول نخطف اي جون يخلص المهمه بنسبه كبيره جدا. مظبوط مظبوط كده. بص يا امير، اي فريق كوره في العالم عنده سرعات، علشان تقدر ان انت تحكم السرعات دي او ان انت تقدر تأيد السرعات دي ما بتعملش غير حاجه واحده بس. انا لعيب عنده سرعات، لعيب عنده التيمبو العالي، لعيب عنده اندفاعات زي مثلا ساديو ماني وزي اسماعيل صار، فانا اكتر حاجه ممكن اعملها عشان اقلل الكلام ده كله ان انا اضيق المساحات، ان انا اخلق المساحات، ان اللعيبه كلها تبقى جنب بعض، اللعيبه كلها تبقى عامله ثلاثيات في كل جنب من اجناب الملعب. يعني شفنا المره اللي فاتت كان مصطفى محمد بينزل مع حمدي فتحي ومع احمد فتوح عشان يقدروا يلموا ورا جونا صار ورا اسماعيل صار. اسماعيل صار وجونا صار المباراه اللي فاتت انا كنت في الاستاد، الحمل كان على احمد فتوح تقيل جدا جدا. اسماعيل صار لعيب مرعب، يعني احنا قفلنا على مانينا حد، ولكن شفنا الناحيه اليمين اسماعيل صار كان عامل ازعاج كبير. هم كانوا مركزين على الناحيه اليمين قوي في الاول، لان هو عارف ان هو هيمسك مانيه، فهو حاول اللعب كله الثانيه. وشفنا بقى مصطفى محمد بيقوم بادوار هجوم، يعني ادوار دفاعيه، ودي كانت بتاثر عليه بشكل كبير جدا. ولو تفتكر يا امير، ناس كانت بتهاجم مروان محسن علشان خاطر لما كان بيلعب مع كوبر. اي فيرود هيلعب في الفتره دي مع منتخب مصر مش هتشوف منه افضل حاجه دفاعيه. هي النقطه بس طبعا مش هتشوف منه احراز اهداف كتير، لان هو بيعتمد اكتر على ان هو بيحاول يسند دفاعيا. ولكن مصطفى محمد المباراه اللي فاتت ما كانش مركز بشكل كبير جدا، عمل ثلاث. النقطه في موضوع مصطفى محمد يا محمود، لو تسمح لي، في موضوع مصطفى محمد النقطة، أنا اختلافي الوحيد في قصة مصطفى لعيب جامد جدا جدا ولعيب تقيل جدا كمهاجم، لكن النقطة بالنسبة لي إن لما الكرة بتكون معاه مش بيتصرف فيها بالشكل المظبوط، وده أمر غير متوقع من مهاجم مميز زي مصطفى محمد، بننتظر منه المزيد. لكن الواجبات الدفاعية اللي ممكن يكون بياخدها من المدير الفني سواء في بطولة الأمم الأفريقية اللي فاتت أو حتى في مباراة السنغال وكلام من ده، حاجة تقدر جدا وحاجة لازم نشيد بيها إن هو بيقوم بيها بدور كويس قوي. لكن هي النقطة إزاي تتصرف في الكرة وهي معاك، هي دي اللي ناقصة مصطفى محمد بس في الأسلوب ده يعني. ويمكن زي ما انت بتقول يا امير، شفنا عمر مرموش لما نزل اخر 12 دقيقه بالظبط الثلاث كور اللي جوله قدر ان هو يسيطر على الكوره، يحط الكوره تحت رجله ويخد فاول في واحده، وقدر ان هو يطلع احمد فتوح في واحده. فلا اكيد انا عارفين كلنا مصطفى محمد فيرود من افضل الفراوده اللي طبعا اخر السنين، ولكن مصطفى محمد انا شايف ان هو يعني بيبقى مرهق جدا بدنيا بسبب الادوار الدفاعيه الكبيره اللي بيبقى كيروش مصمم ان هو يديها له. ولكن يعني نقدر نقول ان مصطفى محمد مميزاته في الكور العاليه والكور العرضيه، مصطفى محمد على الارض مش قوي زيه في الكور العاليه، فهي ممكن تكون دي المشكله. ولكن في المباراه اللي زي دي يا امير مهم جدا 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 ان انت تعرف امتى تعمل فاول، مهم جدا ان انت تعرف امتى تعمل فاول تكتيكي، مهم جدا ان انت تمتص حماس الجمهور، مهم جدا ان انت الكوره لما تبقى معانا، لان احنا معرضين ان احنا يبقى الضغط علينا عالي جدا. مهم جدا دور اللعيبه الكبيره، بنشوف محمد صلاح بيبقى مضغوط عليه بثلاثه واربعه، ياخد الكره تحت رجله ويفضل يحجز لحد ما ياخد فاول او يطلع بكره يسلم لعمر جابر او يسلم حد من نص الملعب. طيب. النقط دي يا امير ممكن ما تكونش الناس شايفاها مش مهمه، ولكن يعني مثلا حاجات صغيره بتاعت لعيبه كوره، يعني الكوره بتطلع اوت عقبال ما تروح تجيب الكوره، لا تجيبها بالراحه وتمتص الحماس وتمتص الدنيا. لو في لعيب وقع في اول، لو لقيت الدنيا جامده والدنيا في ضغط عالي لازم اللعيبه تقع على الشناوي يقع. الحاجات الصغيره دي احنا دايما كنا بنتميز بيها شمال افريقيا عن كل افريقيا بسبب الحاجات دي، ساعه كوره من الاخر. فالتفاصيل الصغيره دي مهمه جدا. مهمه اكيد. طيب انا عايز اسالك في احتماليه الدفع بعمر مرموش على حساب مصطفى محمد، هل تواجد مصطفى محمد يعني ان احنا هنلعب على الكرات الطوليه لمحاوله استغلال اجاده مصطفى اللعب في الكرات الهوائيه، وبالتالي يقدر ان هو يسند الكوره مثلا لصلاح او لتريزيجيه، او لو لعب مرموش فبالتالي اسلوب اللعب ممكن يكون متغير ويكون على الارض وتستغل السرعات بتاعه مرموش مع صلاح برده وتريزيجيه يبقى افضل؟ وعايزك تتخيل معايا كده جزئيه ثانيه برضو عايز اتكلم فيها معاك، وهي احتماليه، هو دي مش معلومه بس يعني تخيل، احتمالية مشاركة أفشة على حساب مصطفى محمد وإن احنا نلعب من غير مهاجمين مثلا عشان تحاول تزود عدد اللاعبين في نص الملعب. بص أنا مبدئيا أمير شايف إن هو هيلعب بطريقته زي ما هو، مش هيغير أي حاجة في التشكيل،
4 3 3 مش هيلاعب، مش هيلاعب عمر مرموش دلوقتي خالص تمام كفيرود. انا يعني هي اراء، لكن انا شايف ان هو هيلعب زي ما هو مصطفى محمد، لان مصطفى محمد هو اللعيب الوحيد اللي هو عاوز يسند عليه، بيلعب الكره عاليه بحيث مصطفى محمد يطلع كمحطه ويسند الكره على صلاح او على تريزيجيه، ويمكن دي الجمله اللي ما شفناش غيرها في كاس الامم الافريقيه. تمام، ولكن في هنا مشكله كبيره جدا. ارقام مصطفى محمد في مباراه السنغال في نهائي الكاف، وارقام مصطفى محمد في المباراه اللي فاتت، مصطفى محمد ما خدش غير كوره واحده عاليه المباراه اللي فاتت، وفي ماتش النهائي ما خدش غير 3 كور من اصل 10 كور. فدي مشكله كبيره جدا، انت بتلعب واحد زي كوليبالي وكمان ديالو وحتى كمان ابو سيسي، ناس اقويه جدا في الكوره عاليه. فدي المشكله اللي ممكن تقابلنا لو ان احنا نعتمد على مصطفى محمد ان هو ياخد الكوره عاليه، ولكن اعتقد ان هو هيلاعب مصطفى محمد على قد ما يقدر، وهينزل عمر مرموش، لان عمر مرموش لما نزل في الشوط الثاني في المساحات دي لعيب اسرع من مصطفى محمد، لعيب عنده دريبل اكتر، لعيب لما تديله المساحه يقدر يزق الكوره ويجري ويروح يعدي، مصطفى محمد ما عندوش دي. فانا شايف ان هو ممكن يسيب عمر مرموش في الشوط الثاني، لو ان شاء الله ان شاء الله باذن الله النتيجه فضلت زي ما هي 0-0، عمر مرموش اكيد هيكون ليه دور كبير جدا. ولكن وزيزو كمان لازم يكون ليه دور في الماتش ده زيزو بصراحه. زيزو لعيب هايل، زيزو لعيب هايل، طبعا. زيزو في المساحات دي انا اعتقد ان كروش هيبقى قاعد مستني السنغال تفتح علشان خاطر تفتح خطوطها اكتر وتاخد ريسك اكتر وعشان تحرز هدف التعادل. فاعتقد ان دور زيزو هيبقى مهم جدا، اكيد ان شاء ودور الله. عمر مرموش هيبقى مهم جدا. انت بتكلمني على قفشه، انا شايف لا، هو ما ينزلش قفشه من غير مصطفى محمد، لا مصطفى محمد لازم يلعب زي ما هو، لكن قفشه هو اللعيب الوحيد اللي في منتخب مصر قادر على الربط بين الثلث الدفاعي والثلث الهجومي، هو اللعيب الوحيد اللي يقدر يطلع بيك من حاله الدفاع لحاله الهجوم، هو اللعيب الوحيد اللي عنده فيجن، هو اللعيب الوحيد اللي يقدر يعمل اللونج باس ويعمل الشورت باس ويعمل الثرو باس بمنتهى الـ يعني الامكانيات الكبيره بتاعت قفشه. ولكن شفنا مشكله كانت في المشكله كانت في المباراه اللي فاتت يا امير، ان احنا ما عندناش حسام غالي، ما عندناش حسني عبد ربه، ما عندناش دي اسماء كبيره دي قوي يا محمود، النجوم كانوا كبار جدا، اكيد نتمنى ان احنا يكون عندنا لعيبه زيهم خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا يا محمود بصراحه، استمتعنا جدا يعني بالجانب التحليلي بتاعك وتحليلك لمباراه الذهاب وتوقعك لمباراه الاياب كمان، اكيد بنشكرك شكرا جزيلا الصديق العزيز والاستاذ محمود شاكر محلل الاداء المميز في الحقيقه، كان معانا عبر سكايب واتكلم في نقاط مهمه جدا تتعلق بمنتخبنا الوطني قبل مباراه الاياب. كل التوفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله باذن الله باذن الله يرجعوا لنا بتذكره التاهل للمونديال. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، فاستنونا يلا بينا. طيب اتكلمنا بشكل مفصل عن منتخبنا الوطني اللي بنتمنى له كل التوفيق في مباراه السنغال باذن الله تعالى، لكن عايزين برضو نطمن على النادي الاهلي اللي استأنف تدريباته النهارده استعدادا لمواجهه الهلال السوداني باذن الله يوم السبت المقبل او الحد المقبل تحديدا بعد ما مباراه اتاجلت، فهي مواجهه اكيد حاسمه ومصيريه جدا. عشان كده خليني سريعا اروح لزميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من داخل مقر النادي بالجزيره عشان يقول لنا اهم وابرز ملامح مران الاهلي الاول في اطار هذه الاستعدادات وبداياتها. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك والتحيه والشكر ايضا كمان موصول لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا كريم، طمنا بقى على مران الاهلي النهارده وبدايه استعدادات الفريق لمواجهه الهلال السوداني باذن الله تعالى. يعني نقدر نقول بقى خلاص بعد الانتهاء الراحه اللي كانت 8 ايام خلال الايام الماضيه، بيعود من جديد للنادي الاهلي للاستعدادات للمباراه القادمه ان شاء الله باذن الله، مباراه الهلال السوداني ان شاء الله باذن الله. املنا كبير جدا في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني زي ما شفنا للتاكيد والاداء المميز جدا الحقيقه في المباراه الاخيره وتحديدا هي مباراه المريخ، ان شاء الله باذن الله رهاننا كبير جدا على اللعيبه بعيدا طبعا عن الحسابات. احنا عندنا هدف وحيد يا امير ان شاء الله، وهو تحقيق النتيجه الايجابيه ان شاء الله بالفوز. ان شاء الله كل الامور تكون معانا بعد عوده لاعبينا من المنتخب، نطمن عليهم كل الامور دي ان شاء الله باذن الله تكون في مصلحه النادي الاهلي. النهارده طبعا انت عارف يا امير يعني اول يوم بعد العوده مش هنقدر نقول ان هي جرعه تدريبيه قويه او عدد كبير من الساعات، على قد ما نقدر نقول النهارده كان في جزء مخصص في الجيم ليه طبعا اللعيبه المتواجده، عندنا نقص عددي شويه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي في التدريبات نظرا طبعا للاعبينا في المنتخب الوطني وايضا كمان لاعبينا المحترفين، لكن النهارده نقدر نقول كانت 30 دقيقه او 25 دقيقه في الجيم ومباشره على طول تقسيمه مصغره كده. انت عارف طبعا ما نقدرش نقول النهارده كان في احمال او رفع حمل بدني، على قد ما نقدر نقول النهارده كان في تجمع لكل
كل اللعيبه. موسيماني كعادته طبعا اكد على اكثر من نقطه المرحله والتركيز خلال الايام القادمه. لكن من خلالك اميرا عايزين نقول يعني نقطتين مهمين جدا ومؤشرات ايجابيه جدا للنسبه طبعا الخاصه للاصابات. انت عارف طبعا يعني هتكلم في البدايه على كوكا، الناس طبعا عايزه تطمن على كوكا، الامور ماشيه معايا النهارده. اقدر اقول لك ان اول تدريب لكوكا بيجري النهارده في الملعب، وده امر مهم جدا واشاره مهمه جدا على ان هو ان شاء الله باذن الله مش عايزين نقول ايام على قد ما نقول دي ايجابيات كبيره جدا في الفتره اللي فاتت. الحقيقه اللي كان كلنا كنا مستنيين كوكا ان هو يخش سريعا مع النادي الاهلي، كلنا كنا مستنيين ان هو يخش في التدريبات الجماعيه، لكن النهارده مؤشر ايجابي مهم جدا ان هو يكون متواجد في جري خفيف. ده يدينا الفتره اللي جايه ان شاء الله ان هو تدريجيا ممكن يخش بعد خلال اسبوع او اكتر من اسبوع في التدريبات الجماعيه. من بعده كمان طمنا على محمد هاني بيشارك في التدريبات الجماعيه بكل قوه. تعرف طبعا هاني كنا فقدناه خلال الايام الماضيه، لكن هاني طمنا عليه بشكل كبير جدا. ايضا كمان بيرسي تاو النهارده بيشارك بكل جديه، كان عنده كدمه في الركبه الاخيره منعته من المشاركه، لكن الحمد لله طمنا على بيرسي، طمنا على بدر، طمنا ايضا على محمد هاني. منتظرين ان شاء الله باذن الله بدر يعود من جديد. الرابط ان شاء الله بالنسبه لبدر زي ما المؤشرات بالنسبه لكوكا ايجابيه، ان شاء الله المؤشرات تكون ايجابيه لبدر. صلاح محسن بتاهيل طبعا مستمر معاه في المرحله الاخيره بقى مع اكرم بقى عمار حمدي، كل اللعيبه ان شاء الله باذن الله اللي فقدنا خلال الايام الماضيه تعود من جديد. تدريب النهارده نقدر نقول كان جيد على ان يكون غدا ان شاء الله امير تدريب النادي الاهلي صباحا، يا لم يتم التحديد، لكن عندنا الخبر انه يكون ان شاء الله تدريب صباحا لفريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله مع اكتمال الصفوف من جديد النادي الاهلي يخش في التوب فورم وتكون الصفوف مكتمله ويقدر موسيماني يجهز كل اللعيبه ان شاء الله. سؤال واحد ورد سريع قوي والنبي، عايز اعرف موقف محمود متولي ومدى جاهزيته خصوصا بعد يعني اصابه عبد المنعم، وبرده عايز اعرف اخر تطورات اصابه عبد المنعم وموعد عودته للتدريبات باذن الله. يعني في البدايه متولي خلاص بيشارك في التدريبات الجماعيه بكل قوه، رؤيه فنيه وطبيا جاهز بالنسبه طبعا للمشاركه، رؤيه فنيه خاصه ببيتسو موسيماني. منعم خلاص بعد اجراء العمليه الاخيره نطمن عليه ان شاء الله، يعني المؤشرات بتقول في خلال اسبوعين ان شاء الله يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي يشارك في التدريبات الجماعيه. يا رب ان شاء الله كل اللعيبه المصابه اللي فقدناها خلال ايام الماضيه تعود من جديد وتساند النادي الاهلي في مشواره في البطوله الافريقيه ان شاء الله. كريم بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الوافيه في الحقيقه ومليئه بالاخبار والمعلومات الهامه عن فريقنا فريق النادي الاهلي اللي بنتمنى له ايضا كل التوفيق في مهمته الافريقيه. بنشكر زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. فاصل سريع وبعدين ناخد اخر فقرات الحلقه النهارده. يلا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خليني سريعا اخد التويته اللي كتبها مستر كارلوس كيروش قبل السفر النهارده، لان كلامه كله اكيد كلام مهم. قال شباب مصر جاهزون للشوط الثاني، نحن نمتلك طاقه اكثر من اي وقت مضى بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي، فلن نكون بمفردنا لاننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر، ده مؤكد. نحن كلنا ثقه لاننا نعلم انه شيء اسمى منا جميعا، نسعى ان نصل له وقد نراه قريبا. نحن نعلم اننا نقدر او نقدر ان نفعلها لاننا جاهزون ان ندفع ثمن ان نلعب مباراه عظيمه ونقدم كل مجهوداتنا وتضحياتنا من اجل خدمه الجمهور المصري. لكم التوفيق يا شباب مصر. كارلوس كيروش، كل التوفيق. كل التوفيق لكيروش. هو في الحقيقه بقى يكتب بالعربي وبالانجليزي عشان برضو يعني الرساله بتاعته توصل لاكبر كم ممكن من الجماهير المصريه، والتواصل مهم جدا ومميز من المدير الفني. كل الدعوات لي ولرجالتنا ان شاء الله باذن الله يوم الثلاثاء يبقى يوم سعيد في تاريخ الكره المصريه وللشعب المصري بشكل عام. خلينا ناخد تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده، واللي كان بيتعلق بتوقعاتكم للمنتخبات المتاهله لكاس العالم من القاره الافريقيه بعد انتهاء الجوله الاولى او مباراه الذهاب من الجوله الحاسمه من تصفيات كاس العالم. محمود او محمد جمعه قال ان شاء الله تاهل مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا. تحيه اليك من اطلميس. ماشي، اهلا بيك يا ابو حميد، اهلاوي وافتخر. يا رب باذن الله باذن الله كل المنتخبات العربيه تتاهل، يا رب هتبقى حاجه كويسه جدا. عمر ربيع قال اتوقع ان شاء الله تاهل منتخب مصر ونيجيريا والمغرب والجزائر وتونس. يا رب امين باذن الله. خلينا كمان ناخد هشام سعد واللي قال بامر الله كل المنتخبات العربيه، تونس، المغرب، الجزائر، مصر، بس ما قالناش مين اللي ممكن يتاهل سواء غانا او نيجيريا. فتحي زيدان قال ان شاء الله ربنا يكرمنا وكل المنتخبات العربيه تتاهل يوم الثلاثاء وتكون فرحه عربيه مونديالية يا رب باذن الله واحد احد. خلينا ناخد اخر تفاعل. سعيد سعيد قال ان شاء الله مصر تتاهل، المغرب، تونس والجزائر. كل التوفيق لكل المنتخبات العربيه في هذه الجوله الحاسمه من هذه التصفيات. ده كان تفاعل حضراتكم معانا النهارده، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.